مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجوه من الصحافة المغربية. اليوم نقتفي أثر ومسار واحد من أبرز الإعلاميين في المغرب، إنه مصطفى بدري. المغاربة ينظرون إلى مصطفى بدري على أنه رمز من رموز الصحافة الرياضية، كيف لا وهو الذي أمسك بناصية اللغة وأحسن توظيف لغة مولير بذكاء ظاهر. بدري هو من بين أكثر الصحفيين الذين طبعوا المشهد الإعلامي بمساهماته القيمة وبأهمية التظاهرات الرياضية التي قام بتغطيتها، فقد كان على رأس اللجنة الإعلامية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم نسخة تونس 4 و2000 ومصر 6 و2000 وغامبيا 8 و2000 وأنغولا 10 و2000 والجابون غينيا الاستوائية 12 و2000 وجنوب إفريقيا 13 و2000 والمغرب 13 و2000 وجنوب إفريقيا 14 و2000 وغينيا الاستوائية 15 و2000 ورواندا 16 و2000 والجابون 17 و2000. كما قام بتغطية كأس العالم 4 مرات والألعاب الأولمبية 4 مرات وبطولة العالم للألعاب 5 مرات، بالإضافة إلى كونه من الأعضاء المصوتين في مسابقة الكرة الذهبية التي تنظمها الفيفا ومجلة فرانس فوتبول منذ إنشائها. يعد بدري رجل التغطية الصحفية الكبرى بامتياز، من الكأس الإفريقية للأندية بنسختها المختلفة إلى عصبة الأبطال والكؤوس الإفريقية، ناهيك عن عدد من البطولات العربية المختلفة. اشتغل عراب الصحافة الرياضية بدري صحفياً ثم مديراً عاماً ومؤسساً لمجموعة المنتخب، كما قضى 20 سنة في عضوية اللجنة الإعلامية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ولا ننسى أيضاً أنه سبق وكان ضمن الأعضاء التنفيذيين بمجلس الفيدرالية المغربية لنشرية الصحف. نجم بدري لم يسطع في الصحافة المكتوبة فحسب، بل في الإذاعة والتلفزيون كذلك، وقناة الرياضية وإذاعة مارس شاهدتان على ذلك. عام 94-900 توجه صاحب الجلالة الحسن الثاني بصفته صحفياً وعضواً بالجمعية المغربية للصحافة الرياضية، وعام 17-2000 حاز على ميدالية الاستحقاق من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إثيوبيا أديس أبابا، وهو تكريم يتوج 38 عاماً من الأعمال الجليلة قدمها صحفي رياضي فخور وصعب المراس. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، نلتقي غدا في حلقة جديدة مع وجه جديد من الصحافة المغربية. إلى اللقاء.